مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في حلقه جديده ومتابعه مستمره نرصد من خلالها حال المواطن واهم المشاكل التي تعاني منها البلاد عبر برنامج هنا ليبيا. وفي التفاصيل، المحافظه الاستثماريه نريد حقوقنا، فصل الصيف فصل العقارب في الجنوب، وحلو بن خيال مشروع صغير وطموح اكبر. قالت شركة نوفاكس الأمريكية الاثنين إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد عن 90% بما في ذلك ضد المتحورات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة. الشركة أضافت في بيانها أن اللقاح أظهر حماية بنسبة 100% ضد الأمراض المتوسطة والشديدة. نظمت الجمعية الخاصة بالمستفيدين من المحافظ الاستثمارية وقفة أمام مقر مجلس النواب في طبرق، مطالبين المجلس بالنظر في قانون المحافظ الاستثمارية وإعادة تفعيله بعد إلغاء المؤتمر الوطني له في عام 2013 بحجة أنه إهدار للمال العام. المحتجون حملوا لافتات كتب عليها شعارات تمثل لسان حالهم بعد أن تقطعت بهم السبل من أجل الحصول على مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من 7 سنوات. جئنا لمجلس النواب لوقفة احتجاجية ضد هذه الشريحة المعوزة التي من 2013 وهي تعاني الأمرين، تعاني قل المال. هؤلاء الشريحة أهينت حقيقة، يعني أهينت إهانة كاملة من جميع الحكومات التي مرت على ليبيا من 2013 إلى يومنا هذا. لم يسمع صوتنا أبدا. نحن نعاني من قلة الرواتب التي منعت علينا ظلما وعدوانا. هذه الشريحة ليبيين وعددهم يجاوز 300,000 على مستوى البلاد. هذه الشريحة تركت للشارع بقرار ظالم من المؤتمر الوطني، هذا المؤتمر الذي جمد حقوقنا وتركنا في الشارع. لماذا؟ لأنهم قالوا لنا إهدار للمال العام، ونحن نعرف أن الإهدار للمال العام أين يكمن وأين يكون ومن يهدر المال العام. هؤلاء الناس البسطاء هم الذين يهدرون المال العام. هؤلاء الناس يريدون رواتبهم، يريدون 500 دينار شهريا ليسد بهم رمق عيالهم. هؤلاء الناس البسطاء المعوزين تركوا لله فهو حسبنا وحسبنا الله. جئنا هنا لنصل صوتنا الى اعلى هيئه تشريعيه في البلاد، مجلس النواب. نريد من المجلس اعاده حقوقنا لنا كامله، وبارك الله فيهم اذا كان وصلوا بنا لهذا المأمور. نحن جئنا في وقفة احتجاجية سليمة، لا نريد شيئا منهم، وبارك الله فيكم والسلام عليكم. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبد الله عمر، مستفيد من المحافظ الاستثمارية. سيد عمر، نرحب بك. سيد عمر. نعم. سيد عمر، استمعت لسؤالي؟ نعم. سيد عمر، نحن نسمع فيك كويس، حضرتك تسمع فينا؟ اي نعم. شكلك في الجامع سيد عمر. الاذان هذا يا عم الله. بحضرتك يعني ممكن تبعد عن صوت الاذان شويه؟ كان تقدروا توخروها بعد الصلاه؟ تمام سيد عمر، حاضر.
أشكرك جزيل الشكر سيد عمر، سنعود لك بعد شوي. مع بداية فصل الصيف من كل عام يعاني الجنوب الليبي انتشار العقارب والأفاعي السامة التي كثيرا ما يكون ضحاياها هم الأطفال. هذه الأزمة ليست بالجديدة ولم تحل كون حلها يعتمد على توفير مصل العقارب. بالنسبة للنقص صحيح، خلال هذه السنة استلمنا 1000 جرعة فقط خلال سنة 2020-2021، تم توزيعها على كل المرافق بأعداد بسيطة جدا. بعدها تم مخاطبة الإدارة العامة وإدارة المخازن طرابلس بشأن توفير هذا المصل. في 21/2 تم مخاطبتهم بأول مخاطبة بشأن توفيره، لم يحدث شيء. في 21/3 مخاطبة أخرى، وفي 6/4 مخاطبة ثانية، وفي 3/6 آخر مخاطبة اللي على ضوها تواصلت مع الإدارة شخصيا، وتم تشكيل لجنة من وزارة الصحة بخصوص المصل. يعني اجتمعت اللجنة وقررت يجب توفير هذا المصل حفاظا على أرواح البشر. اللجنة هذه على ضوها تم مخاطبة إدارة الجهاز الإمداد الطبي، وتواصل مع الشركة الموردة، والشركة أبدت استعدادها أنها توصل في خلال 3-4 أيام. تم إحالة المعاملة إلى مصرف ليبيا المركزي لتسهيل المبلغ للشركة الموردة يوم 9/6، استلم المصرف المعاملة. تم الاتصال بالشركة عن طريق إدارة الجهاز، أبدت استعدادها على أن يكون خلال هذا الأسبوع، نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله يكون متوفر المصل بكمية كبيرة، سواء كان مصل عقرب أو مصل الأفعى. والله يفترض هو مش الاعتماد كلي على المصل، يفترض فيه مكافحة للعقرب في بداية خروجها اللي هو بشهر 3 أو شهر 4، تفترض فيه البلديات تعمل عملية رش للمناطق الموبوءة هذه بالعقارب على أساس تقضي عليها، تكون على الأقل الإصابات تكون بسيطة. ولكن الاعتماد كله على المصل فيه من الآن الأطفال اللي توفوا أخذوا المصل ولكن لم يحب. ليش؟ لأنه يا أما حضوره متأخر، يا أما لم يعرف ما هو سبب الإصابة في البداية. وعلى ضوها يفترض أنه مش الاعتماد كلي على المصل، يفترض أن تكاتف كل الجهود في البلديات، في الوزارة، في الجهاز، في كل الجهات على أساس يقضي على هذه الحشرة الضارة. وحول هذا الموضوع معنا من أوباري خديجة عنديدي، معالجة ومسعفة. سيدة خديجة نرحب بك، ما هي الخطوة الأولى التي يقوم بها المسعف في مثل هذه الحالات؟ أهلا وسهلا بك وشكرا على الاستضافة. طبعا بخصوص لدغات العقارب يستحسن أول شيء اللي هو الإسعاف الأولي، ربط بعيد عن مكان اللدغة وجرح المكان واستخراج السم عن طريق الضغط بعد جرح المكان. في البداية طبعا حيكون الدم لونه أسود، وبعدين حيتغير لونه ويرجع تدريجيا للونه الطبيعي، وبعدها حنركز على نفسية المصاب، إن احنا ندعموه نفسيا انك انت حتكون بخير، يعني حيكون في دعم نفسي متواصل طول ما احنا نقدمه في الاسعاف الاولي. تلقائيا الحاله حتى حيحس بالتغيير، حيحس بالتحسن انه هو بدا وضعه كويس، وحتى انتشار السم في جسمه ما عادش يحس بانتشار السم في جسمه زي اول مره يعني في بدايه اللدغه. نعم. فانا ننصح كخطوه اولى طيب. اول شيء نعم. اللي هو الاسعاف الاولي. ماشي، تفضلي سيده خديجه. ننصح اول شيء انه هو اسعاف اولي، لان ما نقدروش نعتمدوا على المصل يعني بصفه يعني عامه انه هو خلاص بمجرد انه هو ياخذ مصل اوكي تمام تكون اموره طيبه. احنا عندنا حالات هلبه توفت مع انها واخده حقنه المصل، وليش؟ نتيجه عدم اسعاف اولي. الاسعاف الاولي اللي هو استخراج السم، انت كيف تعطي مصل والسم ما قاعد محتبس في الجسم؟ هنا حيصير في صدمه للطفل وحنخسر الطفل. فيستحسن اول خطوه كخطوه مهمه في اسعاف في حالات العقارب اللي هي الاسعاف الاولي. نعم، طيب سيده خديجه، في علاج شعبي اثبت نجاحه، هل هو متوفر او لا؟ نعم، ما سمعتك. علاج شعبي. علاج شعبي اللي هو هذه هي الطريقه اللي هو الاسعاف الاولي. هذه طريقه قديمه جدا يستخدموا فيها، يعني مش حتى يعني العالم كله يستخدم فيها، اللي هو اول شيء استخراج السم، وبعدين كان نعطيه حقنه مش حتاثر فيه، مش حتخلي حالته تسوء. فالاسعاف الاولي هي اصلا هي الطريقه القديمه، في اللي ناس تلجا ان هي تضع بطاطس يكون دافي، في ناس تلجا ان هي تعطي حليب، في ناس تلجا ان هي تعطي تحط صخره
مش عارفه وين يحصلوا يجيبوا فيها من برا يحطوها على مكان اللدغه وتمتص وتمص السم في هلبة طرق يعني. لكن طيب سيده خديجه الفئات المهدده بالموت بعد لدغ هذه العقارب من هي ما هي هذه الفئه؟ هل هم الاطفال؟ الفئات بصفه عامه اللي هو اللي ما يتمش يعني استخدام الاسعاف الاولي معاه. يعني مش الاعمار لاحظنا احنا في الفتاه الاخيره في اللي بسبع سنين خمس سنين في اللي 12 13 في اللي 15 سنه ونخسروه. يعني هنا القصه مش قصه انه هو ان الاعمار او كذا، القصه ان هي من يحصل عدم استخدام المصل عدم استخدام الاسعاف الاول. ايه طيب نقص المصل سيده خديجه في سبب واضح لهذا النقص ولا لا؟ والله اهمال انا نقول اهمال من الجهات اللي هي توزع في المصل، او ان هي مهمتها ان هي توفر المصل قبل دخول الصيف. المفروض المصل يوزع قبل دخول الصيف، يكون متوفر في المصحات في الجنوب الليبي، لكن مع الاسف الشديد احنا نقعد نخسر في الحالات بسبب عدم الاسعاف وبسبب في اللي يقول لك ما خداش المصل. فهنا المفروض يعني يتم توفيره، يعني يتم توفير العلاج قبل دخول فصل الصيف، وايضا الاهتمام بالنظافه واهتمام برش المبيدات الخاصه بالعقار. طيب سيده خديجه تتواصلوا مع الجهات المقصره في يعني جلب اللقاح او توزيعه بطريقه خاطئه، تتواصلوا مع هذه الجهات ولا لا؟ احنا كان في زياره لوزير الصحه قريب يعني لمنطقه اوباري، شخصيا جاء هنا لمنطقه اوباري وحكينا معاه بخصوص الموضوع هذا وتوعد بحل الموضوع، فللاسف لتو احنا ما شفناش اي حل للموضوع هذا مع الاسف. يعني هو ما فيش حل يعني للمواطن الليبي في ابسط الاشياء، يعني بيكون في حل في موضوع لدغ العقارب. اشكرك جزيل الشكر السيده خديجه عنديدي معالجه ومسعفه، كنت معنا من اوباري. باشر مدير أمن الجفرة مهامه بعد القرار الصادر من وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حيث أجرى زيارات ميدانية لعدد من مراكز الشرطة في البلدية والأقسام الأمنية والإدارية التابعة للمديرية، وذلك للوقوف على الصعوبات والمشاكل التي يعاني منها الجهاز الأمني في المنطقة. التفاصيل مع مراسلنا الزبير العربي. بعد القرار الصادر عن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تكليف العميد علي العجالي التريكي بمهام إدارة مديرية الأمن بالجفرة، باشر السيد التريكي مهامه بالمنطقة، حيث أجرى زيارة ميدانية لعدد من مراكز الشرطة بالبلدية والأقسام الأمنية التابعة للمديرية، كما وقف مدير الأمن على سير عملية تدريب المنتسبون الجدد والذين سيلتحقون فور تخريجهم بالعمل تحت الأجهزة الشرطية بالجفرة، والذي من شأنه سيسد العجز الحاصل خلال السنوات الماضية بالقوة البشرية الخاصة بأمن الجفرة، كما تم الوقوف على الآليات الموقوفة عن العمل كليا، وكذلك الوقوف على الآليات المحتجزة على ذمة قضايا بالنيابة العامة، وكذلك على المشاريع المتوقفة لأكثر من 10 سنوات والتي قام السيد العميد علي التريكي بإعضاء تعليماته لعمل دراسة لمراحل الإنجاز وما هي المراحل المتبقية لإكمالها، والذي بدوره سيحيلها إلى الوزارة للإجراء. قام العميد علي العجيري مدير أمن جفرة بزيارة ميدانية لجميع المراكز والأقسام، حيث قمنا بزيارة ميدانية لمركز شرطة سوكنة ومركز شرطة هون وقسم البحث الجنائي ووحدة المركبات بالمديرية، والاطلاع على احتياجات الشرطة ومناقشة الاحتياجات مديرية أمن الجفرة، وحيث قمنا بزيارة أيضا لمنتسبي المستجدين المتدربين داخل مديرية أمن الجفرة، وحيث وعد العميد علي بتوفير الإمكانيات اللازمة وأصر جدا بالمتدربين والروح الشرطية المتواجدة في مديرية أمن الجفرة. يأمل المواطن من الأجهزة الأمنية إحقاق الحق وإنفاذ القانون بما ينص عليه القانون الليبي، وأن يكون هو الرادع لكل من تسول نفسه المساس بأمن المنطقة، وهذا ما وعد به مدير الأمن بالجفرة العميد علي التريكي لقناة دبليو تي في الزبير العربي بلدية الجفرة. شاهدينا فاصل ثم لا نعود، ابقوا معنا.
نرحب بكم من جديد. عقد الاجتماع الأول لمكتب الدعم والإرشاد النفسي في وزارة التعليم، والذي استهدف مراقبة تعليم عنزارة بحضور مراقب التعليم ومدير إدارة الدعم والإرشاد، حيث عرضت المشاكل والعراقيل التي تواجه المرشد النفسي. مراسلنا عز الدين بالعوينات ومعه التفاصيل. إن تنفيذ إحدى استراتيجيات خطة العمل لإدارة الدعم والإرشاد النفسي كان عنواناً للاجتماع الأول لمكتب الدعم بوزارة التعليم، والذي استهدف مراقبة تعليم عين زارة بحضور مراقب التعليم ومدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة التعليم وعدد من الأخصائيين والمرشدين النفسيين بمراقبة التعليم في عين زارة. هنا يأتي دور المرشد النفسي، لابد أن نعد مرشد نفسي جيد لنخرج أبنائنا من هذه الأزمات. طبعاً الأزمات اللي مرت هذه لها تأثير سلبي كبير على أبنائنا وعلى معلمينا، فهنا يأتي دور المرشد النفسي لإيجاد حلول أو لإخراج أبنائنا من هذه الحالة. طبعاً إدارة الدعم والإرشاد النفسي عدت مشروع نموذجي لهذه العملية، الآن تمر هي على كل مراقبات التربية والتعليم بالبلديات، من ضمنها اليوم متواجدة معنا في بلدية عين زارة. جميع المرشدات موجودات اليوم لحضور هذه الورشة. تم دراسة العديد من المشاكل والعراقيل التي تواجه المرشد النفسي من خلال مناقشة كل الأمور المتعلقة لنشاط المرشد النفسي داخل المؤسسات التعليمية، وتوضيح مهام وآليات وبرامج عمل المرشد النفسي التربوي، ومناقشة الإيجابيات والسلبيات، وطرح الحلول والعراقيل التي تواجه المرشد النفسي في تنفيذ خطة العمل. نحن نمر بأزمات متتالية، نمر بعواصف نفسية عصفت باليابس والأخضر معا، نحتاج جدا للخدمات النفسية داخل مؤسساتنا التعليمية وداخل المجتمع ككل. هذه الخدمة النفسية في أبسط صورها داخل مؤسساتنا التعليمية لازلنا نعتبر نحب كإدارة مستحدثة داخل وزارة التعليم. نحتاج دعم جميع مفاصل الدولة، نحتاج دعم المجتمع بالكامل من ولي أمر، من عاملين في البيئة التعليمية، من مدراء مدارس بالدرجة الأولى. كل مرشد نفسي ناجح هو وراءه مدير مدرسة ناجح يدعمه ويتعاون معه ويتفاهم عمله. يساعد المرشد النفسي على توفير البيئة المناسبة للتعلم، كما يقوم بإعداد برامج إرشادية تلهم التلاميذ، ويساعد الطلاب في حل مشاكلهم واضطراباتهم النفسية والمعنوية والاجتماعية، ويساعد الطلبة في كافة الفئات العمرية سواء كان ذلك في المدرسة أو الجامعة على إعداد خططهم الدراسية. كان من أهم الأهداف التي تسعى إدارة الدعم النفسي التعريف بها وما مدى أهمية الأخصائي النفسي في المؤسسات التعليمية. عز الدين بالعوينات، WTV طرابلس. ومعنا السيدة نادية البكوش مدير إدارة الدعم والإرشاد النفسي في وزارة التعليم. سيدة نادية نرحب بك، استمعنا لحضرتك وبعض المشاكل والعراقيل التي يمر بها المرشد النفسي، إضافة على ما تفضلت به، ما هي المشاكل والعراقيل بزيادة اللي يمر بها وكيف ممكن التغلب عليها؟ أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكر لكم هذه إتاحة الفرصة عبر هذه المداخلة. وسؤالك وجيه جدا سيدتي الفاضلة. نحن كتخصص مستحدث داخل وزارة التعليم عملت عليه كثيرا لكي آتي به بالشرعية لهذا التخصص، فنجد أن نحن داخل المجتمع الليبي بالدرجة الأولى وجميع الدول العربية نعاني مما يسمى بالوصمة أو السيغما داخل مجتمعاتنا. كل ما نهايته نفس يوصم بالجنون، فلذلك لا نجد تجاوب ولا نجد بعض الوعي من بعض أولياء الأمور. هذا بالدرجة الأولى مما يعاقل عملنا كمرشدين نفسيين، ولكن استطعنا من خلال السنتين الأخيرات أن يكون لنا قاعدة شعبية جيدة جدا سواء في المجتمع التعليمي أو المحلي على حد سواء. أصبح الجميع صراحة يعني يثني على عمل المرشدين النفسيين اللي هو تقديم الخدمة البسيطة النفسية داخل المؤسسة التعليمية. نحن لدينا أبناء للأسف سواء داخل الأسرة، هناك عنف صراحة فوق من اللازم داخل الأسرة الليبية وأيضا داخل بعض المؤسسات التعليمية من هذه الظروف التي مررنا بها كما ذكرت أنفا، ولكن يستطيع المرشد النفسي داخل المدرسة أن يأخذ بيد هذا الطالب أو التلميذ أو الطفل أيضا حتى في الروضة
يحاول ان هو يخلق له نوع من التوافق النفسي، ويحاول ان هو اذا لجل العراقيل اللي هي ممكن تواجه في من سوء تكيف داخل المدرسه، يحاول ان هو يعالج بما لديه من امكانيات بسيطه في مواجهه المشاكل السلوكيه والاضطرابات النفسيه. طيب سيده ناديه، في خطه اتفقتم عليها؟ نعم نعم نعم، بخصوص هذه المساله طبعا من اجل تطبيقها على الارض. اي باذن الله. طبعا الاداره وضعت خطه كامله واستراتيجيات من خلال هذه الخطه تفعل عمل المرشد النفسي بطريقه جيده. ايضا ينقصنا تدريب وتاهيل المرشد النفسي لكي يقوم بمهام عمله حسب الخطه وحسب المهام المعروف بها. نعمل من خلال الاداره على تقديم المشاريع اللي هي تساعد المرشد النفسي. يعني تو مثلا في بنغازي حاولنا ان احنا ننفذ مشروع بوابه التميز بالدعم المرشد النفسي، تدريب مرشدين نفسيين مؤسسات تعليميه لكي يقوموا بدورهم كمدربين معتمدين. يعني نحن داخل ليبيا لدينا حوالي 12,000 وكسر من المرشدين النفسيين موزعين بطريقه غير متساويه على المؤسسات التعليميه. وحددنا كاداره ان يكون النصاب الاعلى لكل مرشد يكون مرحله تعليميه. نعم. يعني لان المرشد النفسي ما يشتغلش على الطلبه ككل. الاخصائي الاجتماعي يشتغل على جميع الطلبه، ولكن المرشد يعمل على فئه المستفيدين. الطلبه اللي هم يعانوا من مشكله سلوكيه مستمره مطوله او اضطراب نفسي واضح. نعم. وعندنا طبعا عده اضطرابات وعندنا عده مشاكل. اذا فهمت من حضرتك استاذه ناديه يعني هذه ممكن يعني هذا اكثر الاشياء اللي يتم التركيز عليها عند مراقبتكم لسلوك الطالب. نعم نعم. وطبعا نحن حتى بعد هذه الظروف زي ما ذكرت اللي نحن مرينا بها لاحظنا ان هناك مؤشرات نشتغل حتى على المؤشرات اللي هي موجوده داخل المدارس. نحن هذه القناه الوحيده اللي تربطنا بالمجتمع. نعم. لو بنقيس مؤشرات، نحن للاسف ليس لدينا مؤشرات لاي اضطراب نفسي او اي مشكله سلوكيه. لو خذينا على سبيل المثال للحصر سلوك العدواني. فنحن عندنا استمارات تم توزيعها على جميع مراحل التعليم العام من الرياض للتعليم الاساسي للتعليم الثانوي. نحاول ان نحن نتحصلوا على احصائيات بسيطه على هذه السلوكيات مدى انتشارها داخل المؤسسه التعليميه. طيب سيده ناديه، الى اي مدى تحتجون لاولياء الامور للوقوف بجانبكم في هذه المرحله؟ طبعا ولي الامر بالدرجه الاولى. يعني نحن انا نعتبر 75% نجاح عمل المرشد النفسي بتفهم الولي الامر لعمل المرشد النفسي. لان هو قاعد تحت المنظار، هو في البيت يرى اذا كان هناك سلوكيات سلبيه، هناك اي تغيير يطرا على سلوكه الطبيعي داخل البيت، ممكن ان هو يكون في تواصل مستمر مع المرشد النفسي داخل المؤسسه التعليميه. طيب وايضا نعم. عندما يضع المرشد النفسي خطه علاجيه ارشاديه علاجيه لازم هو حيكون معاه كشريك مناصفه الى جانب المستشفى يكون ولي الامر. ايضا في خطط تعديل السلوك اللي يضعها له، يعني في مواجهه اي تعديل سلوك مثلا على سبيل المثال الحصر افراط حركي، لو يكون ولي الامر متفهم. يعني زي ما نقولوا نحن المريض عافانا الله واياكم، لما يكون هو مريض يشعر انه هو مريض، هو اللي بيمشي للدكتور نفسه. نعم. مش حد يرغم ارغام، هو حيتبنى الخطه العلاجيه اللي حطها للدكتور. نعم. يلتزم باخذ الادويه في موعدها. كذلك الحال بالنسبه لولي الامر والمسترشد. نعم. طيب. اقتناعهم بمدى فاعليه الخدمه اللي يقدمها المرشد النفسي هي النجاح بعينه. نعم. طيب سيده ناديه، هذا الاجتماع الاول لمكتب الدعم والارشاد النفسي، هل وحضرتك ذكرتي بانه ما كانش في اقبال هذه المره، وخصوصا انه هو الاجتماع الاول، هل تتوقعون بان يكون هناك اقبال ونسبه تفاعل كبيره المره جاية؟ نعم باذن الله. هو طبعا كان هو خلل في الاجراء الاداري، ما تمش اعلامهم اعلام الجميع. نعم. ما نعرفش، يعني اعتذر عليها السيد مراقب التعليم، لان عين زاره تعتبر من اكثر مراقبات التعليم الداعمه لدور المرشد النفسي، ولكن اللي هم كانوا حضور حوالي يعني مناصفه هم 146 مرشد نفسي اللي حضروا معنا حوالي 80، معقول يعني انا نعتبره معقول جدا. وبعدين عندنا نحن على السوشيال ميديا غرف وعندنا صفحات. نعم. تتواصل بنقل الفعاليات كلها اول باول يعني. وانا اتمنى ان حضراتكم تكونوا مواكبين معنا، لان هذا مشروع نموذجيه هذا في الدعم الارشادي. نعم هنكون معك استاذه ناديه. على مستوى ليبيا باذن الله. نعم هنكون معك عبر برنامج هنا ليبيا ونتواصل، وتكون هي القناه ما بيننا وما بين حضراتكم طبعا للمواطن الليبي. اشكرك جزيل الشكر، كنت معنا ناديه البكوش مدير اداره الدعم والارشاد النفسي.
تحاول هاجر مع أختها هديل في مدينة درنة توفير مصروفهما اليومي ومصاريف الدراسة من خلال مشروع صغير لصنع الحلويات. المشروع لاقى إعجاب الزبائن وتشجيع والديهما ومساعدتهم على تكاليف الحياة اليومية. إبراهيم الغضبان والتفاصيل. في ظل الظروف الصعبة اللي تمر بيهن أغلب العائلات الليبية، قرر هاجر وهديل يبدأ المشروع صغير يوفرن به مصاريف الدراسة ومصروفهن الخاص. المشروع عبارة عن صناعة وبيع الحلويات اللي تميزن بمذاق وجودة عالية. الطريقة تعلمنها من والدتهن، وقررن يوسعن المشروع خارج إطار العائلة والجيران والأقارب بطريقة عرض المنتجات، ومن ثم يزيد الطلب عليهم. وقتها عطينا 3 بوكسات هدايا، بس بعنا أكثر من 50 بوكس جالنا عليه طلبات. فمن وقتها يعني بدا الإقبال على الصفحة عندنا، وبدا يعني اسمنا ينعرف أكثر، ويعني ناس واجد في دارنا تم تاخذ منا ومحتمدة أن هي تاخذ منا، ولو تاخذ منا مرة نلقاها واخذة منا مرة ثانية. فكان الموضوع هذا مفرح، مثلا تسكر يعني أول ما تاخذ الطلبية ترد تكلمنا، أنا بطلبية أخرى، أنا عجبني ونام بطلبية الأيام الجاية وكذا. المشروع اللي اختاروا له اسم حلو بالخيال خلى هاجر وهديل يحسن بالاكتفاء الذاتي ويشيل الحمل على الأسرة. وبرضو الحياة صعبة توا، ففكرة أن الوحدة تشتغل وتتعب وطلع مصروفها هي أولا يعني نفسيا لها أيوة، أن هي يعني تحس أن هي فعلا قاعدة تدير في حاجة، ونفس الوقت الموضوع هذا يعني تشيل الحمل عليهم شوية، يعني مش هيقدر يصرف عليك طول العمر. صحبات المشروع عرفن كيف يقسمن الوقت بحيث ما يأثرش على دراستهن. نحن سوا حاليا نشتغلوا 4 ومعنا ماما، طبعا مقسمين الشغل، يعني لو واحدة عندها قراية وواحدة متقدرش مثلا تشتغل متقاسمة. وحاليا في فكرة لتطوير المشروع بحيث يكون معمل يوفر إنتاج أكبر للزبائن. هو يعني هادين بدري ما بس تحكي، بس نحن يعني الحلم اللي عندنا والحلم عند ماما أن نحن نفتحه معمل. المعمل يعني حنكون نحن مثلا نشرفوا عليه ونشتغلوا، وكذلك أن يكون في شغل يعني بنات أخرى يعني ساعدنا فيه. الاستقلال المالي للبنت أصبح ظاهرة منتشرة في الفترة الأخيرة، وفي تشجيع حتى من أسرهن. العائلة كانت ودودة جدا واستمتعت بالحديث معهم وبأنواع الحلول يصنعوا فيه. إبراهيم غضبان، WTV، درنا. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هنا ليبيا لهذا اليوم. في أمان الله.